مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم الى نشره الاخبار الرئيسيه مباشره من القناه الاولى بالرباط. تتابعون في بدايه ابرز العناوين. الحالة الوبائية ببلادنا، تسجيل 1510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 حالة وفاة، فيما تمثل للشفاء 574 شخصا خلال 24 ساعة الماضية. من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد شباب في مقتبل العمر يركضون بأقسام الإنعاش، وضع حرج يستلزم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الوقوع في مخالب الجائحة. السلطات المحلية في عدد من جهات المملكة تكثف من حملاتها التحسيسية، وإغلاق جزئي أو كلي لعدد من الفضاءات من بينها الشواطئ تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد. بالرغم من تأثره بتداعيات أزمة كورونا، قطاع الصيد البحري التقليدي يستعيد نشاطه باتخاذ جملة من التدابير الاحترازية، ونموذج من إحدى نقط تفريغ الأسماك بتطوان. أهلا بكم. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى 67 لثورة الملك والشعب، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة 9 من مساء يوم غد الخميس. وبمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 550 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 472 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 195 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 275 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 78 شخصا، موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 37 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 3 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 38 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. في جديد الحالة الوبائية ببلادنا، تم اليوم تسجيل 1510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و574 حالة شفاء، و29 حالة وفاة، وذلك خلال 24 ساعة المنصرمة. نوى الجراري وعبد الرحيم فيلول. معدل الإصابة التراكمي بكوفيد 19 يصل خلال 24 ساعة الماضية 4.2 لكل 100,000 نسمة، بعد تسجيل 1510 حالات إصابة جديدة بالفيروس، حيث تتربع جهة الدار البيضاء سطات على لائحة الجهات الأكثر إصابة، فيما تستمر الوفيات في وتيراتها المرتفعة والمقلقة. حالات الوفيات 29 الجديدة سجلت بكل من الدار البيضاء 8 حالات وفيات، 5 حالات وفيات بمراكش، 4 بطنجة، حالتي وفاة بكل من فاس وورزازات، وحالة وفاة بكل من وجدة، الصويرة، صفرو، مكناس، تطوان، الحسيمة، ميدلت وزاكورة. معدل الفتك أصبح 1.6% بعدما كان مستقرا لأسابيع في 1.5%. وبلغت حالة التعافي خلال 24 ساعة الأخيرة 574 حالة بمعدل تعافي يساوي 68%. حالات النشطة الموجودة قيد العلاج بمختلف جهات المملكة يساوي تقريبا 14,000، وبالتحديد 13,994 حالة نشطة بمعدل 38.5
لكل 100,000 نسمة. المنحة التصاعدي للوضع الوبائي ببلادنا أصبحت معه أقسام الإنعاش تئن تحت وطأة ارتفاع الحالات الخطرة والحرجة والتي بلغت 200 وحالة واحدة. 201 من بينها 59 تحت التنفس الاصطناعي، ومن بين 59 اللي موجودين تحت التنفس الاصطناعي كاينين 38 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. ويبقى الالتزام بقواعد الوقاية أفضل سبيل للتصدي للارتفاع المهول لحالة الإصابة، خاصة ارتداء الكمامة بشكل مستمر والتباعد الجسدي والتقيد بسلوكات وتدابير وقائية. جائحة كورونا لا تفرق بين صغير وكبير، تفتك بكل من استهان بها أو بمضاعفتها على صحته. بعد التراخي المسجل مؤخرا في تطبيق الإجراءات الوقائية، أصبح شبابنا عرضة للفيروس القاتل وتكاثرت حالة الوفاة. أما داخل أقسام الإنعاش فالوضع جد حرج. الصورة من قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والروبورتاج لسعيد الإدريسي وسوفيان إبراهيم. قسم العناية المركزة بجناح الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، حيث يرقد هذا الشاب البالغ من العمر 34 سنة منذ 10 أيام. حالته الصحية حرجة ويعاني من ضيق في التنفس، فالوباء لا يعترف بالسن أو الجنس، والشباب ليسوا محصنين من الإصابة بالفيروس. منذ شهر فقط فقد هذا الشاب أباه بسبب الإصابة بالوباء داخل قسم الإنعاش، واليوم هو بدوره يصارع المرض ويوجه نداء إلى كل الشباب. عمري كنت أتصور أن يكون في هذه الحالة هذه. إلا قلت لكم هذه الحاجة هذه أباش نقول لكم بأن كورونا ركينة. والدي الله يرحمه اللي مات بكورونا بعد 7 أيام ديال الإنعاش، مات نهار الثالث ديال نهار العيد. خاصكم تاخذوا الاحتياطات اللازمة، ديروا الكمامة، ديروا التباعد، غسلوا يديكم بصابون، تبعوا النصائح اللي كيدوزوا في التلفازة ووزارة الصحة. راه بالجهود ديالكم والجهود ديال كل فرد إن شاء الله نقدروا نقضيوا على هاد كورونا هادي. مع الأسف تنشوفوا بزاف ديال الشباب اللي ما عندوش السوق، اللي تيبان لي بأنه هاد كوفيد راه ما غاديش يمس هو، راه تيمس غير الناس اللي هما عندهم الأمراض المزمنة، تيمس الناس اللي هما كبار في العمر، لا راه كيمس الناس الصغار. هاد كوفيد راه تيقتل الناس الصغار حتى هما، كاين ناس صغار اللي حتى هما مع الاسف راه ماتوا هنايا. الله يجازيكم. هذا من جهه، من جهه اخرى تقدر تكون انت يا صغير غادي تكون عندك العدوى، غادي تدخلها للدار ديالك، غادي تقتل بها باك، تقتل بها امك، تقتل بها جداك، الله يرضى عليكم. هادشي راه كاين، راه كاينه كوفيد، راه كوفيد راه كتقتل. حقيقة تبرز بالمباشر والملموس أن الشباب ليسوا في منأى عن الإصابة بالوباء، وأن الفيروس قادر على التربص بهم وإصابتهم والفتك بأجسامهم مهما كانت حالتهم الصحية جيدة. والمنح التصاعدي لعدد الإصابات في صفوف الشباب يصاحبه ارتفاع في عدد الوفيات داخل قسم العناية المركزة، ويتسبب يوميا في خلق مزيد من القلق والحزن والارتباك لدى الأطر الطبية والتمريضية. كانت عندنا واحد المريضة عندها 34 عام، عشت معنا 14 يوم هنا في الإنعاش، واللي للأسف فقدناها البارح. واحد المريضة اللي كانت كتضحك معنا، تتهضر معنا، كانت عائلتها مساكن ترزاو فيها كيف ما حنا ترزينا فيها. كنشوفوا ماشي غير هي، اي مره تيموت لنا كنشوفوا فيه يا اما الاب ديالنا ولا الام ديالنا. الخطوره ديال هذا الشيء هذا كنشوفوا الشباب بكثره. مثلا نعطيك مثال، حي دابا اللي حنا عايشينه في هذه البلاصه هذا اللي حنا كنشرفوا عليها فيها 26 مريض نعس في الانعاش، 26 10 عندهم قل من 40 عام. 38% ديال هاد الناس هادو راه عندهم اقل من 40 عام، عندنا 35، عندنا 20، عندنا 18 عام وكيموتوا. عندنا مرات ما عندها 34 عام ماتت البارح في الليل، بقات معنا 14 يوم مسكينه، بقات ولات من العائله. هاد الصباح هاد الصباح الناس ما قدوش يخدموا، ما قدوش، تصدموا الناس 14 يوم وهو غادي معاها صبحات ميته. لا اله الا الله محمد رسول الله. فيروس كورونا يخرج عن طبيعته التي كانت إلى وقت قريب يعتقد أنها تهدد حياة كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.
اليوم هو يزج بالشباب داخل مراكز الإنعاش وقد ينهي حياتهم بين لحظة وأخرى ودون سابق إنذار. لذلك علينا جميعا أن نلتزم بكل الإجراءات الوقائية والإرشادات الطبية ولا نستخف بخطورة الوباء حتى نتجنب الإصابة نحن ومن يحيطون بنا. ولمزيد من التوضيحات ينضم إلينا مباشرة من المحمدية الدكتور محسن بن زكور أخصائي في علم النفس الاجتماعي. أستاذ بن زكور مساء الخير. إذن كما تابعنا كوفيد 19 يحصد كل يوم أرواح الشباب، الإحصائيات تشير إلى تفشي كورونا المستجد الذي يتزايد في صفوف الشباب بحيث صاروا أبرز نقلي للعدوى. إلى مدى يعزى هذا الارتفاع في الإصابة في صفوف الشباب برأيك؟ قبل الجواب على سؤالكم أود أولا أن أقدم تعازي للموتى وذويهم رحمة الله عليهم. حينما ننصت إلى مثل هذه الشهادات فالأصل ليس هو التخفيف، لكن نريد ولن أن نكون على وعي ومسؤولية بجدوى السلوك جدوى التباعد، جدوى الكمامات، جدوى غسل اليدين وغيرها، وهذا أخذ الاستقرار ليس على بلد كبير. ولأجيب على سؤالكم ربما هناك عاملين أساسيين في الأول وهو من العين النفسي أو تعب مع المجهود. السبب الثاني وهو أن هذا العين هذا نسميه التعب النفسي ثم الصيف كان لهم شرف في الخروج بالتالي أصبحت سلوكاتهم أكثر استهتاراً من نمط أنه مخيل لهم أنهم فأول من الأشياء التي كانوا يلتزموا بها أسقطت وهي كلهم هب البحار كلهم حاول أن يلعبوا ما نسمي الرياضة المحببة وهي كرة القدم فوقع من الاختلاط تجلسة ولو درة أمان الاحترافية وقد أصابها كورونا أمامنا عامة التي مفتوحة على أشكرك سيد بن زكور. لن أتمكن من متابعة هذا الاتصال بسبب رداءة الصوت. نعتذر منكم مشاهدينا. سيد محسن بن زكور أخصائي في علم النفس الاجتماعي شكرا جزيلا لكم، تابعنا مباشرة من مدينة المحمدية. في إطار جهود مكافحة انتشار وباء كورونا دخل حيز تنفيذ اليوم قرار سلطات الصخيرات تمارا إغلاق الشواطئ أمام المصطفين اعتبارا من الساعة 10 صباحا. هذا القرار لقي تجاوبا من طرف المواطنين كما سنتابع مع عبد الحميد جبران وأمين شرقاوي. هكذا يبدو المشهد اليوم زوالا بشاطئ تمارا، حواجز حديدية وغياب تام للمصطفين. إنه أول أيام تطبيق قرار إغلاق الشواطئ على مستوى تراب عمالة صخيرات تمارا اعتبارا من الساعة 10 صباحا، قرار اتخذته سلطات العمالة لكبح انتشار وباء كورونا، فكان التجاوب إيجابيا من قبل المواطنين. صراحة كان كأمور غدا مزيانة، في الأول كانوا الناس يتباعدوا تيجيو قلال تيكونوا بحار سبيشو، ولكن مورا العيد بالضبط البحر عمر بواحد طريقه عجيبه بحال ما كاين لا مرض لا والو لا حتى حاجه. اليوم كيف شفتي راه اليوم النهار الاول باش تنفد باش ما يبقى حتى واحد يهبط الرمله، وحنا تقبلنا الامر مواطنين حتى هما تقبلوه وداروا معهم من 7 الصباح ل 10 ديال الصباح جاوا عام ولا 10 الصباح راه بلا ما تدخلوا السلطات على الله وقفوا الناس دوك يطلعوا بوحدهم. دوريات السلطات المحليه منتشرة على طول الشريط الساحلي لمنع المواطنين من الوصول للشاطئ بعد 10 صباحا والسهر على احترام الإجراء الجديد، وإن كان له تأثير على بعض الأنشطة الموسمية. القرار كيف اللي في نظري ديالي صائب، لأن المواطن ما واعيش شوية بس شهادة كيداش كمامة ما كاينش تباعد. أتمنى من الناس كاملين يكونوا قد مسؤولية وهادشي اللي كاين. من ناحية أخرى كما كتشوفوا كتشوفوا لا بلاصة خاوي كاين الناس اللي تدرج من السيادة
بحال مثلا الباركي الكيوسك القهاوي. المواطن غادي يشوف حفاظ الصحه العامه واش كان في الصالح ديالو، مساله استجمام يقدر يعوضها بشكل او بشكل اخر، يعني كتبقى يبقى انه الاهم، يعني مادام حفظ الصحه العامه هو الاهم ما عليه الا الانخراط. وحدها الطيور وجدت في الشاطئ ضالتها مستغلة غياب المصطافين على طريقتها المفضلة في انتظار أن تعود الحياة مجددا لهذه الشواطئ ويتجدد لقاؤها مع عشاق البحر، وهو ما يتوقف طبعا على وعي المواطنين ومسؤوليتهم. وبأجدير حملة تحسيسية حول الوقاية من كوفيد 19. الحملة تنظم بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، وقد كانت مناسبة لتوزيع الكمامات الواقية على المواطنين وتذكيرهم بأهمية احترام التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المختصة للحد من انتشار هذه الجائحة. نوال القراري ومحمد ناصر. ندعوكم مرة أخرى أننا نلتزم بالشروط الصحية بالأسواق ومتاجر القرب والمقاهي والشارع العام. حملة تحسيسية يومية بمكبرات الصوت وعن طريق توزيع الأقنعة الواقية، جهد جماعي يتواصل لمحاصرة انتشار الجائحة، فلا أحد بمعزل عن العدوى. شي واحد فما ما ما يمكن يقول أنا غنكون بمعزل، ما يمكنش يقيسني الفيروس، ولهذا خصنا نضافروا الجهود وخصنا نديروا اليد في اليد، وخصنا نبداو في حملات توعويه، نبداو من العائلات ديالنا وحنا غاديين، وكنوسعوا الدائره باش نقيسوا اكبر عدد ما يمكن على اساس اننا نحاولوا ننقصوا من هذا الوباء. بأجدير استحسان لدى الساكنه بحملات التوعيه مع ارتفاع في منسوب الوعي بضروره بذل المزيد من الجهد. البادره اللي قاموا بها دورة مزيانه فرق الكمامة وهذا، ولكن هادشي ما كافيش، خص الناس يعاونوا من عندهم. كنت تباعد يكون واحد اللي غيقضي غرض يمشي بوحدو، ما بقاش عنده داك بحال داكشي داك الخلعه ديال داك الاول. دابا كلشي ترخى، كان بيقول لهم حافظوا على الكمامه ديالهم وعلى التباعد الاجتماعي ديالهم. ما يخرج على حساب الا بيقضي شي غرض مهم ولا شي حاجه، حيت راه هادشي راه ولا كيخلع. الحقيقه الدوله راه دايره كاع الخدمه اللي عليها، خاص المواطن شويه يوعى ويتصرف بوعي. السلطه تدير اللي عليها، ولكن الناس ما تيتبعوش التعليمات، كلها غادي مفدن، ما عندهم بحال شي واحد حتى تيشوف شي واحد حتى يدير الكمامه وتيخرج من دارو بلا والو، والتباعد ما كاين شيء، بحال القهوه تيقعد واحد مقابل مع واحد. اشنو هاد الهضره؟ راه خص الوقايه تبدا من عندنا حنايا. الاستهانة بخطورة الفيروس سلوك كان له الأثر المباشر على الارتفاع المهول في أعداد الإصابات والوفيات، ولا سبيل للحد من انتشار الوباء إلا بالتقيد الصارم بإجراءات الوقاية. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الوضع في مالي الذي يأتي عقب أسابيع من التوترات السياسية والاجتماعية. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن المملكة المغربية تدعو كافة الأطراف والقوى الحية بمالي إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها وطمأنينة وتطلعات شعبها. وتبع البلاغ أن المملكة المغربية تدعو كذلك إلى انتقال مدني سلمي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري، مبرزا أن المملكة المغربية على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين سيتحلون بروح المسؤولية وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني المتجذرة فيهم من أجل استعادة الهدوء والاستقرار بمالي التي سيبقى المغرب ملتزما إلى جانبها. وفي أعقاب التطورات التي شهدتها مالي أمس، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من فرنسا والنيجر لمناقشة الأزمة في هذا البلد. وقبل ساعات من ذلك أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا تنحيه عن السلطة وحل البرلمان والحكومة، فيما أعلن عن تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب. عبد الوهاب الكاراتي. عاد الهدوء ليخيم على العاصمة المالية باماكو بعد الأحداث التي شهدتها أمس. وكان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا قد أعلن استقالته وحل الحكومة والبرلمان تجنبا لإراقة الدماء من أجل البقاء في منصبه. وعقب هذه الاستقالة أعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، وتم إغلاق الحدود البرية والجوية وفرض حظر التجول
والتأكيد على أن كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستحترم، وأن المهمة الحالية تكمن في تحمل المسؤوليات أمام الشعب وأمام التاريخ، وتهيئة أفضل الظروف من أجل انتقال سياسي مدني يفضي إلى انتخابات عامة ذات مصداقية. وبطلب من فرنسا والنيجر عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأزمة في مالي، كما أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ما يحدث في هذا البلد، وعلقت عضوية مالي في المنظمة. بدوره أدان الاتحاد الإفريقي بشدة أي محاولة مخالفة للدستور. ذكر بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم أن السيد محمد أجار الوزير والدبلوماسي السابق سيتولى رئاسة البعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا. وأوضح البيان أن البعثة تم إحداثها من طرف مجلس حقوق الإنسان في يونيو الماضي من أجل توثيق مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ سنة 2016. إلى بروكسل، حيث أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، وذلك في أعقاب قمة طارئة لقادة الدول الأعضاء في التكتل. وشدد رئيس المجلس على أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب البيلاروسي، وأعلن أن التكتل يتجه لفرض عقوبات على عدد كبير من مسؤولي نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو. بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز جو بايدن رسميا بالترشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس دونالد ترامب. وفي عملية التصويت اختار المندوبون الديمقراطيون بغالبية نائب الرئيس السابق لمنافسة ترامب في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الذي يجري عبر الانترنت بالكامل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وبعيدا عن الشأن السياسي، هطلت أمطار موسمية غزيرة على نيودلهي اليوم أغرقت الطرق في العاصمة الهندية، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا النمط المناخي السنوي في أنحاء جنوب أسيا إلى ما يقرب من 1300 قتيل. ففي نيودلهي سارع الأهالي بلغت مستوى الركبة، فيما غرقت سيارات وحافلات وسط تساقط الأمطار الغزيرة، ما فاقم من أزمة المرور في العاصمة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة. وعبر العالم، يواصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعه ليفوق 22 مليون إصابة، وتشدد سلطات دول العالم القيود المفروضة لمواجهة الوباء، فيما يتسارع السباق العالمي لإيجاد لقاح ضد كورونا. نبيل أزرقان. تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم عتبة 22 مليون، فيما تجاوز عدد حالات الوفاة 780 ألفا. الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، بتسجيلها أكثر من 171 ألف وفاة من أصل حوالي 5,500,000 إصابة. بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل، تليها المكسيك والهند والمملكة المتحدة. وفي مواجهة معاودة ارتفاع عدد الإصابات، عادت بعض الدول إلى إغلاق جزئي والتشديد في إجراءات مكافحة الوباء. وفي ظل السباق العالمي المحموم لاحتواء أزمة كورونا والترقب لما ستأتي به اللقاحات التي لا تزال قيد التجارب، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ضمان حصول بلاده على لقاح واعد ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بلاده ستصنعه وتوزعه مجانا على السكان. هذا اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد واحد من خمسة لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب حاليا، ويأمل الباحثون في الحصول على نتائج بحلول نهاية العام. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتم حاليا تطوير 168 لقاحا محتملا ضد كوفيد-19، لكن لا يمكن بعد طرح أي منها في الأسواق. و
وطنيا، تقرر تفعيل تعويض وتحمل نفقات العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من طرف الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي لفائدة المؤمنين. وحسب بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، فإن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل لدراسة السبل الكفيلة بضمان تعويض وتحمل العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لفائدة المؤمنين وفق الضوابط الطبية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من طرف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على المدى المتوسط والبعيد. كما يتدرس كيفيات وسبل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل ضمان مواصلة الوفاء بالتزاماته تجاه منتجي العلاجات والمؤمنين. ودعما لعمل الأطر الصحية في الحرب ضد كوفيد 19، اتفاقية شراكة وقعتها اليوم بالرباط العصبة المغربية لمحاربة داء السل والوكالة الكورية للتعاون الدولي. الاتفاقية تروم تبادل التجارب بين المغرب وكوريا في مجال تشخيص وعلاج فيروس كورونا. روبورتاج سميرة أسبان ومهدي الشطيبي. المعركة ضد كوفيد 19 تجمع العصبة المغربية لمحاربة داء السل والوكالة الكورية للتعاون الدولي في اتفاقية شراكة لتبادل الخبرات والتجارب. اتفاقية الشراكة يراد منها دعم عدد من المؤسسات الاستشفائية حيث يخضع مرضى فيروس كورونا للعلاج. هذه مساهمة اللي هي مادية وعلمية ومعنوية، وهي كتأتي في هذا الظرف هذا الحساس جدا اللي احنا محتاجين اننا ندعموا العمل ديال وزارة الصحة، العمل ديال الأطر الصحية من اجل تشخيص المرض ومن اجل المداواة ديال المرضى على احسن وجه في الظروف هذه الخاصة. في هذه المناسبة اللي تتم اهم اتفاقية بين العصبة المغربية وكويكا، وذلك من أجل التعاون المشترك بين العصبة وبين هذه المؤسسة الدولية التي تعمل في تطوير المعلومات العلمية. بحسب الاتفاقية الموقعة، سيتم منح تجهيزات تكنولوجية طبية تستخدم في علاج وتشخيص كوفيد 19 لفائدة عدد من المستشفيات، كما ستخضع الأطر الصحية لتكوينات في كيفية التعامل مع هذه التجهيزات. المغرب يتوفر على نظام صحي مناسب لتشخيص كوفيد 19 وللعلاج أيضا، وكوريا الجنوبية تود دعم البنية الصحية المغربية بخبرتها التكنولوجية في مجال الصحة لمحاربة كوفيد 19. رسالة تضامن مع الأطر الصحية المتواجدة في خط الدفاع الأمامي ضد الفيروس الترجي تجسدها هذه المبادرة، كما تمثل أيضا واحدة من مظاهر انخراط المجتمع المدني هو الآخر في الحرب ضد كوفيد 19. ونتوقف اللحظة عند جديد المال والأعمال وأخبار البورصات الوطنية والعالمية مع سهام بخليفي. سهام، مساء الخير. أهلا بك مريم وبالمشاهدين الكرام. مستهل اقتصاديات هذا اليوم سهام سيكون بمشروع قانون المالية سنة 2021. بالفعل مريم، أفاد منشور لرئيس الحكومة متعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 أن هذا المشروع يروم تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود زائد 5.4% مقابل ناقص 5% سنة 2020. وأوضح المنشور أن هذا التوقع يستند إلى ثلاث أولويات، وهي تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني والشروع في تعميم التغطية الصحية، كما يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة المتعلقة بجائحة كورونا وتداعياتها. عمل قطاع الصيد البحري التقليدي يتواصل مع مراعاة معايير السلامة الصحية. هذا القطاع الذي تأثر في زمن كورونا بعدد من مراكز الصيد التي لا تتوفر على نقط لتفريغ السمك. من ساحل أزلة بتطوان، روبورتاج فنا شاكر العلوي وعبد العالي جنوني.
بمركز الصيد بأزلا يواصل الصياد منعم الزوياتي الخروج إلى البحر على غرار مختلف بحارة قطاع الصيد التقليدي من أجل ضمان قوت عيشهم، إلا أن عملهم في زمن كورونا ازدادت معاناته، معاناة لا تفارق يومياتهم بالبحر في غياب نقطة لتفريغ السمك بكل من ساحلي أزلا وأمسى بإقليم تطوان. كنا نطلبوا واحد الممارسة تكون عندنا هنايا مضرور لنا بزاف، كنا نجروا هذا تكتشوف انتر وتمارا يكون بحر كبير ما كنخرجوش، وهادشي اللي كاين. وكنطلبوا حاجه اخرى تكون عندنا ليلوخه ديالنا هنايا، وهادشي اللي كاين. نقلونا لهنايا، جابوا الناس البرارك راهما اللي كتشوفوهم هنا، هادشي هادي راه 2 مترو ميستاسي فيه، واش غنعملوا فيه واش بنزين واش الشباكي واش غادي نعملوا فيه المواطر واش غادي نعملوا فيه الكسوه ديال الماء، ما جبرناش ما نعملوا فيه مزداق، ما دخلناش ليلو ما عندناش الخشب، راه العافيه في اي لحظه لا في تشبيهم. إمكانية إنشاء نقطة تفريغ للسمك بأزلا من شأنها المساهمة في تثمين المنتوج وتحسين وضعية العاملين بقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة، إلا أنها تبقى رهينة بحسب المسؤولين على القطاع بتوفير الوعاء العقاري. النقطة كتعرف نشاط مستمر كيتواجد بها تقريبا ما يفوق 40 قارب. الإخوان البحارة كانوا ديما تطلبوا بإنشاء نقطة ديال التفريغ، الوزارة الوصية كتطلب توفير الوعاء العقاري الضروري قصد إنشاء نقطة التفريغ كمثيلتها التي تواجد على الساحل الوطني، وهذا كيدخل في إطار تثمين الساحل. عمل مراكب الصيد التقليدي بأزلا يستمر إذن في زمن الجائحة، ويواكبه تحسيس بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة البحارة بمختلف مراكز الصيد الثمانية بالدائرة البحرية بالمضيق، وتبقى لاستمرارية العمل بأزلا في غياب نقطة تفريغ للسمك خصوصية تتعلق بظروف عمل قاسية تؤثر على حياة العاملين بالقطاع. دوليا تراجعت تجارة السلع العالمية إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند متم الربع الثاني من سنة 2020 وفقا لبيانات صادرة عن منظمة التجارة العالمية. التقرير أظهر أن مؤشر تجارة السلع سجل 84.5 نقطة خلال يونيو الماضي ليكون أقل بنحو 18.6 نقطة عن المستويات المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وتراجعت اليوم أيضا الأسهم الأوروبية في وقت يخشى فيه المستثمرون أن تعرقل زيادات حالات الإصابة بفيروس كورونا التعافي الاقتصادي الناشئ في القارة، كما تراجعت أسعار الخام وسط قلق بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة. أما اللحظة فنتعرف على أبرز تداولات بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها أهم مؤشرات الأسواق المالية. كل شيء بالنسبة للاقتصاد هذا المساء، باقي مواد رئيسية نتابعها معك مريم العوفير. أخبار الاقتصاد كانت معك سهام، شكرا جزيلا لك. شكرا. بالسفارة اللبنانية في الرباط قدم الفنان اللبناني رياض العمر عملا فنيا جديدا حمل عنوان بيروت بتجمعنا، أغنية تجسد الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ المدينة وقدرة الشعب اللبناني على إعادة بناء العاصمة بيروت من جديد. مدي محب واسم مرافق. دمعك غالي يا بيروت كرمالك
بيروت بتجمعنا عمل جديد للفنان اللبناني رياض العمر. فيديو كليب الأغنية تضمن مشاهد الفاجعة وكلماتها حملت رسائل تحدي للشعب اللبناني لتجاوز النكبة وإعادة إعمار بيروت. أغنية تم تقديمها بالسفارة اللبنانية في الرباط. الغنية بتقول دمعك غالي يا بيروت وكرمالك نحن منموت، رح يبقى العالم اللبناني رفرف عسطوحك يا بيوت. فهيدي الرسالة اللي نحن بنقول انه بيروت ما بتوقع، بيروت بترجع بتنهض مثل طير الفينيق من تحت الرماد. نحن بلد مأمنين ببلدنا، نحن ناس منحب بلدنا ووطننا، ورح نتمسك في نهار وليل ونشتغل بكل قوتنا ليرجع لبنان كيف كانوا أحلى منارة لكل الناس. مباشرة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة العشرات وجرح الآلاف، سارعت المملكة المغربية لإرسال مساعدات طبية وإنسانية وإقامة مستشفى ميداني بتعليمات ملكية سامية، مبادرة قابلها شكر وامتنان من طرف الفنان اللبناني رياض العمر. مسج حب للمغرب ونعبر له عن امتناننا للمملكة المغربية شعبا وقيادة بقيادة الحبيب الغالي ملكنا محمد السادس الله ينصره، اللي هو كان من أول ملبين ومبادر، كان هو مبادر بالخطوة اللي عملها تجاه لبنان، مكرمة كبيرة سخاوة بالعطاء. إن شاء الله يا رب الله يقدرنا نكافي المغرب بأفراحه يا رب. أغنية رياض العمر تجسد بالصورة مدى الدمار الذي خلفه الانفجار بالعاصمة اللبنانية، وتؤكد بالكلمات أن الشعب اللبناني قادر على تخطي هذه الفاجعة بالتضامن والمسؤولية، وبالتالي إعادة بناء بيروت الساحرة. ببلادنا وفي أخبار الطقس، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار بعدد من مناطق المملكة ابتداء من يوم غد الخميس وإلى غاية يوم الأحد، وهكذا ستتراوح الحرارة ما بين 42 و47 درجة بأقاليم الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، في حين ستتراوح ما بين 39 و42 درجة بالأقاليم الوسطى وسهنسايس والجهة الشرقية. ويوم السبت والأحد المقبلين ستتراوح الحرارة ما بين 40 و44 درجة بمناطق سوس والرحمنة. يشكل شاطئ أنزا بأجدير محطة سياحية ملائمة لممارسة رياضة ركوب الموج، محطة احتضنت تظاهرات وطنية وأخرى دولية كما أنجبت أبطالا يشقون طريقهم نحو العالمية. نتابع روبورتاج في الموضوع لسعيد أنيس ومحمد ناصري. أول ما يشد انتباهك وأنت على شاطئ أنزا قريب من أجدير، شباب يحاولون مغازلة أمواج لتحقيق أحسن اللوحات، سلاحهم في ذلك اللواح المطاطية وقوة أمواج. شاطئ أنزا يعتبر من المحطات الدولية المهمة لركوب الموج بفضل موقعه الجغرافي المتشكل من الخليج البحري، يتيح انسيابية أمواج خاصية تجعل منه إحدى الوجهات المفضلة لأبطال مغاربة وعالميين. الموجة ديال أنزا هي سيتون فاك غوش دروات، يعني كتعطي المتنافسين هنا في البطولات يعني بلوس دو شانس انه يربح، وكاينه واحد الانسيابيه طول السنه. هذا الصباح ضرب ابناء نادي العهد الجديد لركوب الموج موعدا لتمارين خاصه الى جانب البطل الشاب الياس بوفوشك، بطل المغرب وصيف بطل اوروبا لركوب الموج، تحت قياده مدرب يسهر على صقل مواهبهم للوصول الى العالميه. كتضرب دو سيسيون بحال هكاك تاع ماري باس وماري هوت باش تولف سبوت وتكون اصلا تولف موجه، باش الا جاتك موجه في لي كومبيت تجيك كيف ما كانت ديك الساعه تقدر تركب عليها، ما تجيك حتى شي صعوبه فيها. إلزامية قراءة انسيابية الأمواج والاستماع إلى توجيهات المدرب شرطان أساسيان لركوب موج قلما تزخر به محطة سياحية مماثلة بالمغرب. أبطال النادي ينطلقون لركوب العباب وإنجاز لوحات فنية استعدادا للاستحقاقات الدولية القادمة.
صور نهاية النشرة تنقلنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت وكالة الفضاء نازا أن كويكبا طوله 3 إلى 6 أمتار مر على بعد 2950 كيلومترا من الأرض الأحد الماضي، مشيرة إلى أنها المسافة الأقرب لجسم كهذا يرصد قرب الأرض. وحتى لو اصطدم بالأرض لم يكن متوقعا أن يلحق الكويكب كيوجي 2020 الأضرار، إلا أن تفككه في الجو كان ليشكل كرة نار في السماء. هذا مر الحجر النيزكي فوق جنوب المحيط الهندي بسرعة 12.3 كيلومترا في الثانية. نهاية النشرة، مشاهدينا تذكير بأبرز محطتها. في جديد الحالة الوبائية بلادنا، تسجيل 1510 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مستجد و29 حالة وفاة، فيما تم ثرى للشفاء 574 شخصا خلال 24 ساعة الماضية. من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد شباب في مقتبل العمر يرقدون بأقسام الإنعاش، وضع حرج يستلزم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الوقوع في مخالب الجائحة. السلطات المحلية في عدد من جهات المملكة تكثف من حملاتها التحسيسية وإغلاق جزئي أو كلي لعدد من الفضاءات من بين الشواطئ تفاديا لتفشي فيروس كورونا. قطاع الصيد التقليدي يتأثر بتداعيات كوفيد 19، وضعية تتفاقم بسبب غياب نقط التفريق في مجموعة من المناطق والنموذج تبعناه من أزلة بإقليم تطوان. شكرا عاطي ببقائكم معنا مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.